لو انت محجبه اوعي تعملي الحركه دي عشان بتتشم على فكره ومن على بعد كمان. حبيبتي لو عايزه تحافظي على رشاقتك وانقتك وما تتحطيش في موقف محرج لازم تبعدي عن معظم الغلطات اللي معظم البنات بتعملها كل يوم. واول حاجه لازم تبعدي عنها ولازم توقفيها لو انت حتى متعوده عليها، وهي ان انت تاخدي الشاور بتاعك بميه سخنه، يا اما الميه تكون فاتره يا اما تكون ساقعه، لان الميه السخنه دي مش بس بترهل الجلد، مش بس بتسحب كل زيوت وكل الترطيب، يعني انت تبقي بتحطي اللوشن من هنا وهي تبقى بتشفط لك اللوشن والزيوت اللي موجوده اصلا في البشره وتخلي جلدك يبقى عجوز ومكرمش، وبجد مش هتحبي تاثير الميه السخنه على المدى البعيد سواء على بشرتك او جسمك او شعرك. تحسي كده بكميه جفاف عامله زي الارض البور كده بالظبط، لانه الميه السخنه بجد حرفيا بتنشف البشره وبتنشف الزيوت وكل الترطيب اللي موجود في الجسم. فحتى لو انت في عز الصيف وفي عز الحر ما بتقدريش تاخدي الشاور بتاعك ميه ساقعه، على الاقل تكون فتره، لكن الميه السخنه دي حرفيا بتدمر الجسم وبتدمر البشره والشعر. الحاجه الثانيه ضروري بعد كل مره تاخدي فيها شاور، بعد كل مره تدخلي فيها التويليت، ان انت تجففي الاماكن الحساسه كويس قوي، لان ده مش بس يعمل لك ريحه كمكمه وريحه مش لطيفه ابدا في المكان ده بسبب الرطوبه في المكان ده وبسبب ان هو كمان مقفول عليه معظم الوقت، كل ده بيخلي المكان ده شويه يعرق وكمان بتبقى ريحته بقى مش لطيفه ابدا لو كان في ميه. فبعد كل مره تدخلي فيها التويليت ضروري ان انت تجففي كويس قوي منطقه البكين، لان عايزه اقول لك على حاجه بقى، زمان كمان وانا صغيره كنت فاكره ان احنا دخلنا مثلا التويليت وبعد كده خرجنا، والكلام ده على فكره موجه للبنات الصغيره عشان حرفيا مش بيلاقوا حد يقول لهم اصلا الكلام ده. وانا صغيره اصلا كنت فاكره بقى انه عادي طالما دخلنا التويليت وحتى لو ما جففناش المكان ده احنا مع الحركه بقى، وعبال ما نجهز ونلبس وننزل وكده، فلما ننزل الشارع عادي، ما لو قعدنا مثلا في ميكروباص او اي مواصله مش هيطبع على الهدوم ولا حاجه. بس عايزه اقول لكم انا شفتها في اكتر من حد وانا صغيره، وكانوا يبقوا نازلين كده قدامي مثلا في المواصله وكنت ابقى شايفه بقعه ميه، هي بقعه ميه حرفيا بس مش اي حاجه ثانيه، بقعه ميه كده، وابقى عارفه ان هم دخلوا التويليت قبل ما ينزلوا من البيت. انتوا متخيلين؟ خدوا بالكم ان انت لو ما جففتيش المنطقه دي كويس تفتكريش ان هي يعني شويه ميه بسيطه يعملوا ايه، يعني هيروحوا مع الحركه ومع الوقت، لا المكان ده مقفول عليه فبالتالي اصلا مش بيوصل له تهويه كفايه، فبالتالي حتى مع الحركه هتلاقي برده المنطقه دي لسه مبلوله. لو ما جففتيش المنطقه دي كويس بجد ممكن تتحطي في موقف محرج، لانه الميه دي بتطبع على الهدوم. فركبتي بقى مواصله، دخلتي مثلا محاضره، عملتي اي حاجه، بعد ما خلصتي التويليت على طول وقعدتي هتلاقي طبع على الهدوم من ورا، سواء بقى انت لابسه سكيرت بنطلون اي حاجه يعني. فبجد احنا في غنى عن الكلام ده كله، جفف المنطقه دي كويس لان الموضوع ده هيفرق معاكي في حاجات كتير. الحاجه اللي بعد كده ان طول ما انت عندك البريد ضروري ان انت تاخدي معاكي فوط زياده في الشنطه وتغيريها باستمرار، ما تستنيش لحد ما الفوطه تملي على الاخر وبعد كده تغيريها، لان ده اولا بيعمل بكتيريا سيئه جدا في المكان ده وبيلهبه بسرعه جدا. ان انت اصلا ممكن تكون الدوره بتجيلك حوالي 3 او 4 ايام بس تعمل لك باقي الشهر بقى التهابات شديده بسبب ان انت ما بتغيريش الفوطه بتاعتك على طول وبتستني لحد ما تتملي على الاخر. فده مش بس بيعمل ريحه مش لطيفه، ده كمان بيعمل التهابات وبيعمل اثار جانبيه على المدى البعيد انت نفسك مش هتحبيها، خاصه دلوقتي كمان الموضوع ما بقاش فيه اسهل منه، الفوط كلها سواء الالترا او العاديه بتيجي متغلفه بالمنظر ده. انا عايزه اقول لكم زمان، وزمان ده اللي هو مثلا من 7 10 سنين كده، كانت الفوط كلها بتبقى مفتوحه وفي كيس، فانت بقى عشان تاخدي معاكي في الشنطه بقى لازم تحطيها في كيس جوه كيس جوه كيس وتخبيها وتعمليها، انما دلوقتي بقت متغلفه، فالموضوع بجد مفيش اسهل منه. فانت طول ما انت عندك البريت وعارفه ان يومك طويل بره البيت او حتى يومك مش طويل بره البيت ولا حاجه، خدي معاكي احتياطي مش تخسري حاجه وغيريها دايما باستمرار، ده هيحافظ جدا على نظافتك الشخصيه وهيحافظ كمان على ان ريحتك تفضل حلوه طول الوقت. لو انت محجبه اوعي تعملي الحركه دي عشان بتتشم على فكره ومن على بعد كمان، وهي ان انت تغسلي شعرك وبعد كده تلفيه على طول، تبقي نازله بقى الجامعه نازله الشغل مستعجله، فاللي هو مفيش وقت ان انت تنشفيه، فتلبسي بقى البندانه والحجاب عليه. الحركه دي بتعمل كمكمه في الشعر مش طبيعيه، سواء في الريحه او في الملمس بتاعه، بتحسي ان الشعر كده في حاجه غلط، في حاجه كده ايه لزجه كده مش مظبوطه. الحركه دي بجد غلط جدا، لازم ان انت تسيبي شعرك يتهوى وينشف على قد ما تقدري، لانه بجد بيخلي ريحه الشعر صعبه قوي، ومهما غسلتيه ومهما حطيتي له فير بيرفيوم او اي حاجه مفيش اي حاجه بتقدر تغطي على الريحه دي، وللاسف كمان بتبقى يعني اي حد يجي يسلم عليك او يقرب منك هيبقى شامم من الريحه دي. فاعملي حسابك في شويه وقت زياده، لو انت مثلا بتحبي تاخدي الشاور بتاعك الصبح او حابه ان انت تغسلي شعرك على الاقل سيبيه يتهوى او نشفيه باي سشوار اي مجفف للشعر. اهم حاجه ما تربطيش شعرك وتلبسي الحجاب فوقيه وهو مبلول. الحاجه اللي بعد كده اوعي تستخدمي منتجات الشعر على الجسم، معظم اللي بيعملوا كده بيستخدموا الشيفنج طريقه لازاله شعر الجسم، فبيستخدموا مثلا اي كونديشنر شعرها مش ماشي عليه بتحطه على جسمها كماده كريم يعني، وبعد كده تبتدي ان هي تشيل الشعر الزايد بالشفره. الموضوع ده بجد طلع غلط جدا، خاصه كمان هم اكتشفوا مع الوقت ان احنا لازم اصلا نغسل جسمنا كويس بعد الشاور من الزيوت ومن الشامبو ومن المنتجات اللي احنا حطيناها على شعرنا، لان ده بيعمل حبوب في الظهر وبيأذي الجسم جدا، فاوعوا تعملوا كده. الطريقه الثانيه كمان اللي بيستخدموا الشامبو عشان يغسلوا بيه الفرش بتاعه الميك اب، اللي هو يعني ده شعر وده شعر،
نغسله بقى بالشامبو ونحافظ عليهم وكده. برضه الموضوع ده غلط جدا، لان تخيلي منتجات الشعر انت بقى بتستخدمي كل شويه الفرشه وانت بتحطي الميك اب بتاعك، فبتستخدمي الفرشه اللي هي مطرحها اصلا شامبو على وشك، فتخيلي بشرتك ممكن تتبهدل ازاي، حبوب فوق الجلد وحبوب تحت الجلد واخر بهدله. فبلاش قوي نستخدم منتجات الشعر على حاجه تخص الجسم او تخص البشره لو يعني مش جايين على شعرك قوي، اديهم لحد تاني. رغم ان على فكره ده مش مبدئي ابدا، يعني انا بفضل ورا الحاجه لحد ما اجيب اخرها، سواء بقى منتج للبشره منتج للجسم اي حاجه، بشوف له استخدامات كده، بشوف له طريقه، المهم ان انا اخلصه الا بقى لو حاجه صعبه قوي، يعني حاجه عملت لي فعلا مشكله كبيره، فبفضل ورا المنتجات لحد ما اجيب اخرها. بس بجد الموضوع ده يعني اكتشفت مؤخرا ان هو بجد غلط جدا، سواء على الجسم بقى زي ما بقول لكم حبوب الظهر او كده، او سواء على البشره، انه مثلا البشره ممكن يطلع فيها حبوب لمجرد ان انت غسلتي الفرش اللي انت بتحطيها تقريبا بشكل يومي على بشرتك، غسلتيها بحاجه اصلا مخصصه للشعر فطلع مؤذي جدا. فمعلش يعني لو حاجه شعرك مش جاي عليها اديها لحد كده قريب منك، يمكن تيجي معاه، يعني عادي ممكن حاجه ما تكونش مناسبه معاكي بس تبقى حلوه قوي مع غيرك، فاعملوا كده عشان بس ما تاذيش بشرتك وجسمك لمجرد ان انت عايزه تخلصي منتج معين. حاجه كمان مهمه قوي عايزه اقولها لكم، ان احنا مش طول الوقت بنقدر ان احنا نهتم بنفسنا، مش طول الوقت بنقدر نكون في احسن حالاتنا. ممكن واحده يجي عليها فتره ولاده، فتره حمل، فتره حتى ارهاق جسدي او نفسي، فتبقي حتى مش قادره ان انت تهتمي بنفسك، فده عادي، كلنا معرضين لده وكلنا بيجي علينا وقت زي كده. فيعني سيبك من كلام اي حد، وسيبك من اللي يقول لك دي مهمله في نفسها، وسيبك من الاوقات اللي انت هتبقي فيها فعلا مش قادره حتى تبصي لنفسك في المرايه، مش قادره يعني تحطي المنتجات اللي عندك، مش قادره مثلا ان انت تهتمي بنفسك، عادي كلنا بجد بيجي علينا فترات كده. اهم حاجه ان انت ما تسيبيش نفسك بقى للوقت ده، يعني على قد ما تقدري اول ما تخرجي مثلا من نوبه الغضب، من نوبه الزعل، من نوبه مثلا ان انت وقتك مشغول فمش قادره تلاقي وقت لنفسك، عادي خلاص لما خلصتي المرحله دي او الوقت ده عدى، ارجعي بقى لروتينك ولحياتك والحاجات البسيطه اللي انت ممكن تعمليها، بس بجد بتفرق فعلا معاكي سواء على المدى القريب او على المدى البعيد. بجد يعني كل حاجه هتعمليها النهارده هتقعد لك بكره، وتحافظ على بشرتك وتحافظ على شكلك، وهتخليكي ان انت تتجنبي ان انت تدخلي بقى ايه في قصص احقن هنا واعمل هنا، لا انت حافظي على قد ما تقدري كده ولا كده، يعني عوامل التعريه والسن بتاثر علينا اكيد، بس اهم حاجه انه بجد في حاجات فعلا بتفرق وبتاثر جدا على البشره وعلى الجسم وعلى الشعر، فحاولي ان انت تنتظمي عليها وتبقى جزء من روتين حياتك، وده هيفرق معاكي جدا سواء دلوقتي نفسيتك وان انت مهتمه بنفسك، او على المدى البعيد هتشوفي بجد بشرتك ازاي فرق، ان انت كنت مثلا بتحطي عليها صن بلوك، مهتمين ان انت ترطبيها دايما، كل الحاجات دي بجد بتفرق جدا، بس فدايما اعملوها يعني. واخر حاجه اعملي ريحك واللي يناسبك، ملكيش دعوه بروتين حد، ملكيش دعوه بواحده مثلا عندها كميه منتجات فظيعه رهيبه على طول بتحطها على بشرتها وشعرها وجسمها، انت ممكن اصلا جسمك وبشرتك ما تقبلش الحاجات دي كلها، وبعدين في اوقات كمان بيبقى ده جزء من شغل اصلا بيتعمل، فانت مش شرط يكون عندك غير اللي انت فعلا محتاجاه وده اللي تحطي فيه فلوس، وكل ما بيخلص ترجعي تقرري. لو لقيتي منتج او اتنين عاجبينك اوكي ممكن تدخليهم في الروتين بتاعك، بس مش شرط اللي يناسب غيرك يكون مناسب معاكي والعكس، فدايما ركزي مع نفسك واللي يناسبك واللي يريحك واعمليه، مالكيش دعوه باي روتين لاي حد تاني. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ده خدوه شير في كل جروبات البنات والستات عشان كلنا نستفاد من بعض، ولو حد بيعمل الغلطات دي يبطل ان هو يعملها، وكلنا كده نبقى ماشيين امارات وحلوات وطعمات ومحدش قدنا. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.